بعد 6 أسابيع فقط من توليها رئاسة الحكومة البريطانية، أعلنت ليز تراس استقالتها من رئاستي الوزراء وحزب المحافظين تحت وطأة التبعات السلبية لخططها الاقتصادية وما أحدثته من أزمة سياسية. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. تحدثت إلى جلالة الملك وأبلغته باستقالتي من منصب زعيم حزب المحافظين، وقد التقيت سير جراهام برادي رئيس لجنة 1922، واتفقنا على إتمام الانتخابات على قيادة الحزب الأسبوع المقبل. هذا سيضمن أن نظل على طريق تنفيذ خططنا المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لبلدنا والأمن القومي، وسوف أبقى كرئيس للوزراء حتى يتم اختيار من يخلفني. Given the situation. وخلال كلمة أمام مقر الحكومة البريطانية، أعزت صاحبة الفترة الأقصر في رئاسة الحكومة البريطانية أسباب استقالتها إلى عدم قدرتها على تنفيذ ما فوضها به حزب المحافظين في ظل تعقيدات داخلية وخارجية تعصف بالبلاد. وذكرت تراس في بيان رسمي أنها تولت منصبها في وقت يشهد عدم استقرار اقتصادي ودولي كبير، وأضافت أنها جاءت إلى السلطة في وقت تعاني فيه بريطانيا انخفاضا للنمو الاقتصادي أعاق البلاد لفترة طويلة ودفع بالعائلات والشركات البريطانية لحالة قلق بشأن كيفية دفع فواتيرها، إضافة إلى ما تمثله الحرب الروسية على أوكرانيا من تهديد على أمن قارة أوروبا بأكملها. أزمة تراس بدأت مع تقديم الموازنة المصغرة في نهاية سبتمبر الماضي من قبل وزير ماليتها آنذاك كواسي كوارتينغ، التي تضمنت خفضا كبيرا للضرائب ودعما قويا لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف سوقية من تراجع الحسابات العامة، وترتب عليه تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته وارتفاع معدلات الاقتراض الحكومي الطويل الأجل. فهب المعارضون لها داخل الحزب وخارجه مطالبين باستقالتها. أما على المستوى الشعبي فقد تراجعت أسهم تراس للغاية بعدما خرجت إلى جمهور ناخبيها تعتذر في تراجع وصف بالمذل عن خطة خفض الضرائب الموعودة.